بل حتى ولو لم تكونوا مسلمين، أحييكم بتحية الإسلام. أنا مسلم وأفتخر. محمد، هل شربت دواءك اليوم؟ لا لسه صراحة. والله هذا هو المشكل. هذا هو المشكل هل يعني. تعلم يا شيخ، شيخ عبد المجيد، أنا بحياتي ما بأخذ أدوية؟ أيوة، يجب عليك أن تحمد الله. لا، بل واحد من إشكالياتي إني ما أقدر أخذ أدوية. ولكن يجب عليك أن تحمد الله ليش أعطاك أحمد الله؟ صحة، أحمد الله على شو؟ بأن أنت بصحة جيدة ولست يعني لا أنا مش بصحة يعني لم جيدة. تصل أنا مش كيف؟ بصحة جيدة. أنا مش بصحة جيدة. لحظة. إيش؟ شايف؟ معاق. لحظة، لحظة. شايف؟ على كرسي متحرك. والحمد لله على كل حال، ولكن لا مش أعطاك الحمد العقل. لله على كل حال. أيوة، ولماذا لا تبدأ هكذا تحمد على الله وأنت تعرف هذا وليش الكلام؟ أحمده؟ شو عملي عشان أحمده؟ يعني حتى لو خلقت، يعني خلقت أو وقعك يعني حادث، أو مثلا خلقت هكذا. لا أنا أصيب بفيروس لما كان عمري 3 أشهر. أيوة، يعني تقريبا يعني خلقت هكذا، يعني أصبت بفيروس بعد تقريبا 3 أشهر. يعني مش خلقت، ولكن أصبت بمرض. هذا المرض يعني أو فيروس، هذا الفيروس تسبب في إعاقة كبيرة جدا في جسدي. يعني لو تفعل كما تفعل أن تسب في الدين وتطلب من الإخوان يطلبون لك الدعاء، أنا ما وتطلب أطلب من حد يعني الدعاء، ليش أطلب دعاء؟ الدعاء هذا هل الله بيستجيب الدعاء؟ طبعا لا. ادعو الله انه يحمي اطفال غزة، شوف اذا راح يستجيب لك ولا لا. يعني أنت لا تخرجني عن الموضوع، تدخلني في السياسة لا لا مش يعني. سياسة، مش سياسة، ما بتكلم عن السياسة. ادعو الله انه يحمي المسلمين، شوف اذا راح يستجيب لدعائك ولا لا. ندعو لفلسطين، ندعو لغزة، ندعو لأطفال غزة بس يا دعاءك أخي. كله، دعاءك كله بيروح في الهواء ولا حدا سامعه. يا أخي هذه والدليل يا شيخ، أكثر من 3000 طفل لحد الآن قتل في غزة. يا أخي هذا حكمة من الله، في خير ليس حكمة، كثير. ليس حكمة، ها؟ ليس حكمة. أنت الآن لما تأتي وتقول لي الله بيستجيب لدعائك، أنا أقول له هذا الكلام غير صحيح، الله لا يستجيب لدعاء أحد. يعني سيعوضك الله إن لا شاء ما الله راح في يعوض، الجنة. هذا يعوض، هذا كلام النصابين مع احترامي إليك. الآن كتجربة، قل لي شغلة أنا أريد أعملها الآن، أنت ادعو الله أنه ما يصير، شوف إذا الله راح يستجيب ولا لا. محمد، أولا يجب أنا أن راح تتوب. أبني هذه السبحة، إذا بقت هكذا معلقة في الهواء فالله يستجيب الدعاء، إذا إذا سقطت الله ما أولا راح يستجيب الدعاء. يجب عليك أن تشهد من جديد، أن تتوب إلى الله من أنت جديد. تشهد، أنت تشهد، شوف إذا الله راح يستجيب دعائك ولا لا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وادعو الله، ادعو الله. الآن أنا راح أرمي هذه السبحة، شوف إذا رأى الله راح يستجيب إنه يخليها هكذا واقفة ولا لا. نعمل تجربة. محمد، ليس يعني ليس الدعاء هكذا كعصا سحرية. كيف هو؟ لا، ليس عصا سحرية هكذا لا، ربما ستشفى من أشياء أخرى حتى ولو أنت لا في هذا كثير كلام نصب، كلام تبع نصابين مع احترامي الشديد له، هذا كلام تبع نصابين. إذا الله يستجيب دعاء يستجيب على الموضوع اللي أنا بدي إياه، مش يروح يعمل لي شغلة ما هو ما يعمل. يعني هو بنهاية المطاف بحياته ما شوف لا الله تدخل وعمل أي شيء. شوف يا محمد، ما زال قلبك لا يطبع عليه الله، إذا طبع الله عليه يعني ما في رجوع. أنت يعني أعتقد أنت تقول أنا مسلم، يعني أنت تقول بنفس يعني على يعني تقول أنا مسلم. تريدني عشان اقول انه انا مسلم اكون واحد كذاب؟
أقول لي شغلة ما بتحصل إنها بتحصل؟ لنا أولا، هل أنت مسلم أم ليس بمسلم؟ أنا أولا مسلم. إذا مسلم لا تسب الله ولا تسب الرسول ولا تسب ما بس المسلمين. حد، أنا باخذ أتكلم عن الصفات اللي هم عندهم. لا، أولا عندما تبدأ من هذه الأسس وبعدين أنا فقط ستكون. أقول لك يا شيخ اللي موجود، أنا ما جبت كلام من راسي. يعني شو عندك موجود؟ مثلا شو أنا قلت عن الله؟ تقول هذا إلهكم، هذا استفزاز بالكلام، تستفز المسلمين. مثلا شو أقول عن الله؟ شو أقول فيه عوض وما بيعمل؟ عوض وشو الكلام اللي أنا قلته مش موجود فيه؟ عوض عوض أن تقول مثلا إلهكم، لا قل يا لا 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 لا، قل لي ما هو الكلام اللي أنا قلته ومش موجود في الله أو في الرسول. خليني نعطي كلمة أولا. شوف، عند عوض أن تقول إلهكم ورسولكم، أطلب من المشاهدين ومن المسلمين أن يطلبون لك الدعاء ما ويطلبونك بدي حدا بالمغفرة يدعي لي، ليش والرحمة. الناس اللي انا ليش اطلب من الناس دعائهم ما يقدر يفيدهم هم، على اي اساس راح يفيدني؟ لا لا، إحنا أمة، إحنا مسلمين، والله العظيم أنا بعيد عنك يعني بالآلاف الكيلومترات، وأدعو لك إذا أنت مسلم حقيقي بقلبك، أدعو لك أن يستجيب لك ما في فائدة تدعو او ما تدعو، انت فقط تستهلك نفسك، ما راح يصير شيء. والدليل انك انت بتدعو لاطفال غزة واطفال غزة يقتلون، ما بيستفيد حدا من دعائك، ما بيصير شيء. ليس هذا، لا تفكر هكذا. مش افكر هكذا، هو هي حقيقة، انت لا تفكر هكذا، انت اطلع من هذا الوهم. عسى وعلمت أن انك تكره شيئا. تعرف ان الله ما بيستجيب لدعاء حدا، ما فيش حقيقي هذا الكلام. عسى أن تكره شيئا وهو خير لك. هذا كلام نصر، لا كلام تفكر عام فيه. ليس له قيمة. نعم، أنت ممكن تكره الصلاة وهو خير لك، أو ممكن تكره الخمر وهو خير لك، في لا، كلتا الحالتين بيمشي. أنا لو قلت لك اشرب الخمر تقول لي لا أعوذ بالله، أقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وإذا لا لا قلت لا لك لا يعني لا تصلي، يقول لا أنا أحب الصلاة، أنا أقول لك عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. لا لا، هذه كلمات شيطانية محمد، مش هذه شيطانية، هذه كلمات أنت. واضحة تبين مدى الازدواجية التي لديكم في المعايير. لا شوف، أنت عكس أن يعني أن تحدثنا المشاكل التي عشتها أنت. شكرا يوكن، شكرا يوكن. في كثير جو أصدقائي، يعني عوض أنت يا محمد، عوض أنت أن يعني أن تحدثنا ما وقع لك في العراق عن الشيعة مثلا. أنت عشت، ربما أرى في عينيك مآسي، والله العظيم شفت في عينيك مآسي خطيرة جدا. تلك المآسي عندما هاجرت إلى أوروبا وخرجت، يعني تمردت عن الله، تمردت عن شريعة الله، تمردت عن، يعني فهمت؟ يعني كل هذه الأشياء عندما تمردت وبدأت تسب في رسول الله محبة للمسلمين يحبونه كل المسلمين، والحمد لله. كيف ولا أنا حدا الآن بيحب أصبح رسول الله، مش صحيح. كيف؟ أنت نفسك لا تحب رسول الله. والله العظيم أحبه، يعني كيف ما أنا قلت دلالات ولا المحبة؟ ما كيف؟ هي دلالة المحبة؟ كثير، أنا أحبه لا أكثر مش مني. كثيرة. لا مش كثيرة، واحدة. في دلالة أشياء، المحبة، دلالة المحبة هي الاتباع. قل إن والحمد كنتم لله. تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، صح؟ صح، طيب نبيك ماذا قال؟ قال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، لا تتراءى نارهما. أنت يا في الوقت الحالي يا شيخ، أنت الآن أنت الرسول بريء منك حسب هذا الحديث. أنت يا محمد، كيف تظن نفسك؟ المغاربة 60 سنة هنا في أوروبا، أتعتقد أننا إحنا المسلمين لم نسأل العلماء على هذا الحديث؟
أتظن نحن أغبياء إلى هذا المستوى وتأتي أنت أنا يوم ما؟ أظن أنكم لستم أغبياء، ولكنكم ناس، مع احترامي الشديد لك، ناس كذابين، ناس لما تواجهون بنصوص شريعتكم تتهربون منها. هاي هي الحقيقة. وتأتي، خليني أكمل يا محمد، وتأتي يا محمد أنت اليوم في السويد وتقول بأنك أنتم تعيشوا وأنا بريء من أمتي التي تعيش وراء ظهر الكفار. إحنا سألنا العلماء، سألنا، شكرا يوكان، شكرا، سألنا العلماء، سألنا يعني في الشرق وفي الغرب، سألناهم، يجب أن نسأل علماء في أوروبا، عندنا مجالس إسلامية نسألهم، لأن تحدد كيف تحدد. يا شيخ، ما قيمة علماء؟ أكيد راح يفتوا لك نعم إنه هذا جائز، لأنه ما أصلا جالسين في أوروبا. هذه لا 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 علمائك اللي يعيشون. أنت تستفتيهم يا شيخ، هؤلاء العلماء هم أصلا جالسين في أوروبا. لا يا محمد، لا 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 لا، بلى هم بلى والله. يعني هذه أرض الله، هذه لا، أرض ليست الله. أرض الله. الدليل أنت الآن لو جيت من المغرب، ها، ما تستطيع أن تدخل بالقرآن في لبلجيكا، وإنما عليك أن تأخذ التصريح من السفارة ويعطوك التأشيرة عشان تدخل بلجيكا، أو تكون معك جنسية أوروبية. ما تستطيع. محمد، يجب أن تأخذ العبرة، اسمع جيدا، اسمع، وأطلب من المشاهدين، يجب أن تأخذ العبرة يا محمد. كيف؟ إحنا عندما يعني أجدادنا 60 70 سنة جاءوا إلى أوروبا، كانوا جاءوا عن العمل، جاءوا ناس فقراء، ولكن الحمد لله، انظر إلى أوروبا، أنت الآن في السويد وترى المسلمين وترى المساجد وترى كلهم المطاعم. مخالفين للدين. كل كيف؟ هؤلاء الناس، كل هؤلاء القرآن، إن الذين تتوفاهم الملائكة قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وحديث الرسول يقول أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. أنتم ببساطة شديدة لما توقعون في حالة، لما تخجلون انكم تطبقوا دينكم، تذهبون ماذا؟ تلون اعناق النصوص وتذهبون تستفتون من باعوا دينهم واخلاقهم في اوروبا، الذين شكلوا هذه اللجان من العلماء لديكم. هؤلاء الناس اصلا عايشين على خيرات اوروبا، اكيد راح يقول نعم جائز انك تكون هنا. محمد، احنا عايشين في اوروبا فرحانين، نطبق ديننا لا، باحترام ما تقدر بانتظام تطبق دينك، لا. بانتظام وباحترام، لا، ما واحنا تقدر عايشين تطبق دينك، لا. والله العظيم لا لا، محمد ما تقدر. مبسوطين، لو مبسوطين كنت يا تقدر محمد. تطبق دينك كنت رحت تزوجت واحدة عمرها 10 سنين. انا اجي عندك، انا اجي على الموضوع، والله العظيم يا محمد، احنا الان مبسوطين في اوروبا، لو وحتى النصر، حتى مبسوطين، النصر صحيح، ولكن ما تطبقون محمد، دينكم. حتى النصارى، حتى المسيحيين، بين قوسين كما تعتقد أنت، مسيحيين أو اليهود، يحترموننا أكثر من العربي جاء من العراق ويسب، وهو أصله مسلم وجاء إلى السويد مسيحي ويسب. يحترمكم؟ ما في كيف؟ حدا بيحترمكم. لو كانوا يحترمونكم في بلجيكا ما منعوا عنكم النقاب. من قال لك هذا؟ في بريطانيا مثلا، في بريطانيا فيها مدينة لديك الحق أن لا، تعيش كلمني عن بالنقاب. بلجيكا، كلمني عن بلجيكا. في بلجيكا إن شاء الله، عندما تفيقوا لماذا أنتم، منعوا النقاب إذا كانوا يحترمونكم؟ لأن فيه ناس مثلك أنت تبحث عن لا، مش مثلي مشاكل. أنا. لأن أه؟ ناس مثلكم، ها، لديهم تطرف، ما حدا بيعرفهم. كانوا في البداية كان هذا الكلام مسموح، لما شافوا التطرف منكم منعوا عنكم النقاب. التطرف جاء لما منكم شافوا أن العرب، هذه المرأة المنقبة تعيش بالذل وتحت خضوع زوجها وفيها تطرف إسلامي، منعوا عنها النقاب. التطرف يا محمد لم يأتي من المسلم، جاء من أسماء مسلمين، عرب أو يعني بين قوسين مسلم، باسم مسلم، ولكن هو ليس بمسلم. كانوا كيف؟ كفار. الشيخ محمد الفيزازي مسلم ولا لا؟ طبعا مسلم. هل راجعت الفتاوى القديمة تبعه لا، الذي يقول بجواز سرقة الكفار؟ يعني هو تاب الآن محمد الفزاز، شكرا هو يا تاب شكرا، متى تاب؟ والله الله بعد ما أعلم يعني. دخل السجن والمخابرات المغربية أدبته، بعد ذلك طلع
وقال نعم احنا مع الملك، اما قبل ذلك كان لسانه القد جالس يكفر في الناس. خلينا في أوروبا، خلينا في أوروبا. أنا الشيخ محمد الفيزازي، لما انت تاتي وتقول لي هذول علماء ناس باسم مسلمين ولكن غير مسلمين، هذا واحد منهم ابو محمد الفيزازي، الشيخ محمد الفيزازي مثلا، أنت أطلب منك الذي لماذا لا تريد أن تناقش كفر معي؟ محاوره على الهواء مباشره في الاتجاه المعاكس، تتذكر؟ أتذكر، ولكن أنت مثلا، أنت مثلك لا تقدر أن تحاوره، لأنه هو يعرف كيف تتلاعب هنا بالأفكار، لأنه هو مختص فيه. طبعا طبعا محمد، أما في عندنا اخونا الاستاذ الصحفي محمد، شو مصطفى الحسناوي، تستطيع ان تنظر اليه كيف مرمطه، اخر مرمطه. الشيخ محمد الفيزازي تحول، مع احترامي الشديد لك، تحول الى مسخره بين المسلمين، لان كل الناس كانت تعرف هو كيف كان يتكلم وبما يؤمن وكيف صار يغير دينه لما دخل السجن وطلع، مش هو فقط، هو 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 وعمر الحدوشي. تعرف شو لما يعني، بعرف علمائك، انا أعرف مع علمائك يا شيخ أكثر منك. انا مع احترامي، اذا لديك الجرأة والشيخ مثلا، الكتاني كذلك، اذا انت مع والشيخ احترامي، الرفيقي كذلك، والشيخ المغراوي كذلك. تحب أعدد لك أكثر ولا يكفي؟ اشوف إذا لديك الجرأة، يعني أنت تعرف مثلا دعاتنا ولا وعاظنا، هم دعاة ووعاظ، ليسوا بعلماء. أنت ليس بعلماء. شكرا يوكا، شكرا. الفيزازي ليس من العلماء. لا، هم وعاظ. هم دعاة ووعاظ، يعني عمر ليسوا الحدوشي، حبيبي أحمد. الشيخ عمر الحدوشي الذي هو عبارة عن موسوعة فقهية متنقلة، ليس من العلماء. هو ليس بعالم، هو فقط واعظ او داعي، يعني باختصار. الفيزازي، هل استمعت لمناظرته مع عدنان عرعور على مسمى الإيمان؟ طبعا سمعت للفيزازي، سمعت كلهم تقريبا، ليس كل يعني تقريبا، ولكن هم ليسوا بعلماء يا محمد، هم ليسوا بعلماء. الفيزازي في مناظرته مع العرعور أظهر كمية العلم أيام قبل ما يتغير، لما ناظروا في مسمى الإيمان خليني أظهر أن محمد، الرجل عنده علم غزير. أنا أوافقك، هو ليس بمستوى الحدوشي أو الكتاني، عرفت كيف؟ ولكن ولا بمستوى الكوميلي وكذا، ولكن هو رجل من العلماء. محمد خليني أولا، لأن أنت كنا نتكلم عن الدلاح، وذهبت إلى الطماطم وذهبت وذهبت، لا، أنا أنت خليني. لما تقول لي يا شيخ، لما تقول لي أنه هذول ناس لم يكونوا مسلمين وإنما بأسماء إسلامية، أنا جبت لك أسماء الثقال ليس من بلدان أخرى، وإلا ممكن الآن أعد لك الأسماء، أجيب لك أبو قتادة وأبو طلال القاسمي وأبو حمزة المصري وغيرهم الكثير، عرفت كيف؟ ولكن أكتفي بأسماء المشايخ المغاربة الذي أنت تعرفهم جيدا والذين هم لا زالوا على قيد الحياة. محمد لا، خلينا في أوروبا، لا تذهب الآن تقول لي دعاء علماء، علماء معروفين وأنت تعرف ذلك. خلينا في أوروبا، أنت تأتي وتقول أوروبا مسلمين، أنت أطلب منك محمد وأحسدك على هذا الاسم يا صالح، أن تغير، كلمنا عن حياتك التي عشتها في العراق، ربما من الشيعة، لأن تدخل مشاكل في السنة عشتها ربما مع الشيعة، وتريد أن تضلل الناس بأن ها هو الإسلام، ما والله عنديش العظيم. مشكلة، احكي لي عن معاناة البوليساريو عندكم في المغرب، ولماذا يريدوا أن ينفصلوا، ولماذا أنتم ترفضون ذلك مع العلم أنه هذا حقهم الطبيعي. والله أنا ما عندي كيف في السياسة، يعني أنا أسمع بوليزاريو وكذا، ولكن ما عندي، ما والله أنا أقولها بقلبي، أنا لن أحكي لك أضحك عليك. الموضوع إذا أحببت. لا أضحك عليك، والله العظيم ما عندي دراية، أسمع بوليزاريو في مشاكل في الصحراء مع المغرب، يعني هذا هو المشكل، ولكن أدخل في التفاصيل لازم يكون واحد عنده دراية. عن الحراك الريفي الذي عندكم مثلا، شكرا مثلا، احكي شكرا لي عن هذولا.
الحراك الريفي، يعني انا احكيك شويه، يعني انا من الريف. بعرف الحراك الريفي طبعا، الحراك الريفي يعني كنا مدينه مهمشه، كنا وكان في مشاكل مع الملك الراحل، كانت مدينه مهمشه، لان انتفضوا في ذلك الوقت في 58 و59، ولكن لازم يكون واحد مختص في هذا التاريخ. عندما يعني انتفضوا اسمه سنوات الرصاص، ولكن عندما جاء الملك محمد السادس الآن أمير المؤمنين، من اللي جاء الآن، يعني هناك القانون اسمه الإنصاف والمصالحة، يعني قانون وعمل تعويضات للناس وعمل يعني شو يعني الآن، وعملوا هناك رجل شجاع اسمه ولماذا يخرجون ويتظاهرون ضد النظام؟ هم لا يتظاهرون ضد النظام، والنظام هم يقمعه. بالا بالا، النظام طبعا كان، لأن يطالبون هناك بحقوقهم والشرطة والدرك تقمعهم. طبعا طبعا أنا معك، يعني أنا أصل لك الفكرة. نعم كان هناك يعني النظام يقمع الجمهور أن يطالبون بالجامعة لا، والمستشفيات، وأن حاليا، هذا من كم شهر، مش من بعيد، من كم شهر، من متى؟ أقل من سنة. هذا ما أدري، كان قبل الصيف، أقل من سنة. وهو قمع الريفيين طبعا. ومسكوا، لا، شو كان اسمه هذا القيادي تبعهم، عرفت كيف، وشتتوا المظاهرة. طبعا، ولكن محمد، هذا انا لست سياسي، انا لست رجل سياسي، ولكن انا اسمه الزفزافي، وانا مع الزفزافي، انا مع العجيب يا شيخ انك تعرف ما حصل ايام الحسن، ايام حسن الثاني، بس مش عارف اللي بيصير ايام لا محمد أعرف، السادس. لا أعرف، أنا مع المستشفيات، أنا مع اعرف بس الجامعات. مش قادر اتكلم، ولا يهمك. لا محمد، أنا مع المستشفيات، أنا أطلب من يعني النظام المغربي، نظامنا المغربي في المغرب يعمل مستشفيات والطرق والبنية التحتية وكذا، أنا مع الحراك الريفي النظيف، أنا مع، صافي يعني وصلت الفكرة؟ خلينا وانت أنت مهم انها تكون واصله عندك انت. انا عن نفسي واصله الفكره عندي، ماشي، بعرف الوضع افضل مما انت تصفه بمراحل. خليني أنت، يعني إيش مشكلك أنت الآن؟ أنا عندي أصدقاء عراقيين مسيحيين وشيعة وسنة، ما مشكلتك أنت مع الإسلام؟ أنت أظن ربما كنت معلم أو أستاذ أو ما أعرف شو، وتعرف في الدين، وجئت تدلس على الناس، و يعني كيف؟ ألم تطلب فقط؟ هذا هو سؤالي، أريد منك أن تتوب إلى الله، أتوب عن ماذا؟ لا تسب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا متى تسب سببت الدين. الرسول؟ كيف؟ متى سببت الرسول؟ عندما تدلس على الناس وتقول له مغتصب وكذا وكذا، قتل الناس، قتل كان اليهود، مغتصب عليه الصلاة والسلام، شو أسوي له؟ كيف؟ كان مغتصب عليه الصلاة والسلام. لا، هذا كلام سخيف يعني، والله لا، العظيم، ليس سخيف. اي لما والله يعني، واحد يضاجع طفلة عمرها 9 سنين، ما عنده وصف غير انه تقول عنه مغتصب. لما واحد يسبي النساء، ما عنده وصف غير انك تقول عنه مغتصب. تسمعني محمد؟ نعم، تسمع اسمعك. تسمعني ليش شوف أنا لما محمد، أصف الحال يا شيخ، ليش أنا لما أصف الحال مثل ما هو تقول عني مدلس؟ أنا مش مدلس، أنا بقول لك الحقيقة اللي موجود عند كتب علمائك، مش كتب علمائي، علمائك الذين أنت اليوم أصبحت مسلما بفضلهم، هم الذين ذكروا هذه المعلومات عن النبي، أعطيني مو أنا. بالعلماء الذين هم أنا ما كذابين، آتي أعطيني العلماء، بكلمة واحدة من جيبي، ما عنديش هذا. أعطيني العلماء الكذابين. مش علماء، أنا علماء صادقين، علماءك الذين أنت تتبعهم. لا، أنت قلت علماء كذابين، من هم العلماء الكذابين مثلا؟ أعطيني أنا أقول علماءك أنت السيستاني الذين مثلا، أوصلوا لك هذا الدين. السيستاني مثلا، السيستاني كذاب، السيستاني مجرم.
اوكي، يعني من هو العالم الكذاب؟ مثل ما يعني ان الفزازي مجرم، من هو؟ مثل ما ان الحدوشي مجرم. كيف أنت تقول أنه مجرم؟ يعني ليه؟ مجرم كل من يؤمن بأن الجهاد فريضة في دين الله وقتل المرتد واجب وكل هذا الكلام مجرم. كل من يعتقد أنه أن المرتد يجب أن يقتل مجرم. كل من يعتقد أن الإنسان عليه أن يرجم حتى الموت لأنه أحب فتاة ومارس معها الجنس مجرم. كل من يعتقد أنه يجوز له أن ينكح طفلة صغيرة باسم الزواج هذا مجرم. هؤلاء كلهم مجرمين. يعني أنت تأتي من نصف الجملة وتأخذ فقط كلمة كلمتين وتأتي هنا إلى اللايف وتقول لا، هذا فعل كذا وكذا. كل هذه الأحكام ليست موجودة في ديننا، كله ليست موجود. موجودة فيه؟ قول يا محمد صالح أنت كذاب، ما تقوله لا يوجد في الإسلام. يعني أنت تزور الحقائق موجودة ولكن تزور كله في نصاب في مكان يا شيخ مثلا. لما تأتي وتقول تزور الحقائق، لما أنا آتي وأقول لك قتلوه موجود في صحيح البخاري، ها، والصحابة استخدموه والنبي استخدمه والتابعين استخدموه وكل من أتوا من بعدهم استخدموا هذا الحديث، ما تقدر تقول لي أنك أنت مزور، وإنما أنت فقط تضرب في مصداقيتك أنت أمام الناس لما أنت تأتي وتسمي الحديث الذي أنا أرويه للناس والحديث عندك في صحيح البخاري ورواه ابن عباس، ثم تأتي وتقول أنت مزور. لما أذكر لك حديث عائشة أنها قالت تزوجني النبي وأنا بت 6 سنين، هذا حديث موجود في البخاري ومسلم وعند أصحاب السنن، ما تستطيع تقول عني مزور. أنا مش مزور، أنا بقول لك ما موجود في عقيدتك، في إيمانك، في دينك، عند العلماء الذين أنت تثق فيهم. يجب أن تبدأ من البداية. أنت قلت فقط يعني كذا وكذا، الجهاد كذا وكذا، لماذا وقع مثلا الجهاد؟ لماذا وقع مثلا قتل المرتد؟ لماذا أنا كذا؟ لماذا؟ ما جبت تسأل نفسك. سيرة الجهاد لسه، لما أتي وأذكر الجهاد أنا آخذ بكلام العلماء يفرقون بين جهاد الدفع وجهاد الطلب، وجهاد الطلب هو أنك تذهب وتقاتل الكفار في عقر دارهم لسبي النساء وأخذ البلدان وإعلاء كلمة الله وإرهاب الكفار، هذا هو جهاد الطلب مثل ما عند الشافعية والأحناف والمالكية والحنابلة، ليس كلامي. على حسب تفكيرك أنت، لا، ليس كلامي، هذا كلام أمومة مش تفكيري. ولكن يعني كيف فسرت الكلام؟ فسرته أنت بعقلك أنت وتدرسه. جهاد الطلب أنت الآن لو كنت قاري كتاب واحد في حياتك في الفقه كنت تفرق بين جهاد الطلب وجهاد الدفع، هذا ليس يعني كلامي. أنت لا، ائتي بالحقائق حقيقية، ابدأ من الصفر، كيف وقعت هذا حتى إلى نهايته. لا تؤتي بكلمة مثلا قتل المرتد أو قتل تارك الصلاة وكذا، وتسأل مثلا تسأل واحد جزائري أو مغربي أو لماذا تارك الصلاة يقتل؟ هذا سؤال. سؤال، لماذا أنت قل لي لماذا تارك الصلاة يقتل؟ من قال لك يقتل؟ في كثير اختلف علماء العلماء. المسلمين قالوا لأني أنا شوف أن المرتد يقتل. العلماء اختلفوا إذا يعني ترك الصلاة عمدا وسنوات لا يريد أن يترك ويسب الصلاة، عمدا، أنا بتكلم يعني عمدا ما بتكلم كسلا. لازم يترك الصلاة وهو منكر لوجوبها، لماذا تقتله؟ يكون ناس حكماء، يكون ناس في عقلاء. ناس حكماء استتابوا ما تاب، ليش تقتلوه؟ لا، هناك ناس وهناك ليش تقتل؟ دعاة. لا لا لحظة يا شيخ، ليش تقتلوا شخص مش قادر يقتنع بصلاتكم؟ ليش؟ المسلم شو محمد، المسلم لا يقتل أحدا، المسلم بالعكس، والله العظيم المسلم الحقيقي ثمانين الملتزم. ألف مسلم، 80,000 مسلم فجروا أنفسهم في العراق، في كلهم الأسواق مدلفين، وفي المساجد ليسوا وفي هم البيوت وعند العشائر وعند كل 80,000 شخص على مدى 80، على مدى 20 سنة في ليس مسلمين لحظة يا ملتزمين. شيخ، في الجزائر في العشرية السوداء قتلوا حتى الأطفال، جماعة الزيتوني و
نعم وجماعة الزوابري. ليسوا مسلمين ملتزمين سنيين، هم في العراق في كثير الشيعة والطوائف، فيه انظر والله العظيم فيه مشاكل تاريخية والعرق وكذا وكذا مع الكرد ومع الشيعة، حتى الشيعة فيهم أنواع الاختلافات وكذا، حتى وين وليس عن الدين، يفجرون أنفسهم أو يقتلون الناس على حسب الأرض والعشيرة أو كذا أو كذا، وتأتيني أنت وتقول الإسلام كذا، أنت تكذب على الناس. أنا ما بكذب على حدا، لا محمد والله أنا العظيم ما أدعوك. بكذب على حدا، بحكي لك اللي موجود في دينك. عرفت كيف؟ الصحابة قتلوا عشرات الآلاف فيما بينهم، لا أنا تقل المسلم أدعوك، ما يقتل. أنا أدعي العلم الديني، ربما درست الدين العلم الديني يعني الإسلامي، وأطلب منك أن تتوب أحسن لك من هذه الإشاعات ما وتدلس في وقوع. إشاعات، أنا بقول لك اللي موجود في كتبك، ما جبت كلمة من عندي. أشرحها أكثر، افهمها أكثر. أشرحها أكثر، أنا أقول لك، لأن هذا الدين دين دموي، شريعة دموية، شريعة غير أخلاقية، غير إنسانية، لذلك تأمر بهذه الطريقة. لا جيب ناس، وعندنا ناس في المغرب وفي الشرق الأوسط ناس روح حكماء جيب هم اللي درسوا بدك إياه، روح جيب اللي، مو قلت أنت قبل يومين ثلاثة راح تجيب ناس؟ أنا أجيب الناس محمد، ولكن لازم يكون هناك شروط، كل واحد ما في يتكلم خمس شروط، دقائق. أنا مش جالس في المسجد عندك. لما تدعوني إلى المسجد عندك وقتها أقبل، لا أقبل بشروطك. لا مثلا أعطيك مثلا أنت تتكلم خمس دقائق، كملت خمس دقائق، هو يتكلم خمس ما دقائق، في ليس أنت مشكلة، تتكلم. روح جيب، خلي نعمل البث من المسجد وقدام الناس. شوف بالا المشكلة بالا يعني بالا الالتزام. بالا، أنا الآن هذا البث هو بمثابة المسجد تبعي، وأنت روح اجلس في المسجد وخلينا نتكلم في المسجد تبعك، ما عندي مشكلة. أوكي، ولكن الالتزام وليسمع أهل المسجد ما يقوله شيخهم. الالتزام بالوقت فقط، هذا هو الشيء. ولكن فيه ناس ما عندي الحمد مشكلة، لله، ما عندي مشكلة. فيه ناس ولكن مش يعني مش في بسرعة. المسجد، أنا في المسجد. لا لا مش في المسجد، مش يعني مش بسرعة. أنا ليش؟ أتيك إن ليش؟ شاء الله، ليش؟ ولكن أنا أطلب بتخافون منك، أن المسلمين يسمعوا كلام أمثالي؟ بدكم ولكن أطلب تطلعوا عندي الناس يسمعوا كلامكم وبينما مسلميكم ما يسمعوا كلامنا؟ لا، روحوا جيبوا الشيخ يفتح التيك توك من المسجد، تمام، وأنت اقسم الوقت بيناتنا. عرفت كيف؟ نجي لعندك في البث عندك. عرفت كيف؟ وكل واحد يأخذ 5 دقائق، ما في مشكلة. اوكي، ولكن فيه التزام محمد، مش مثلا تدخل سياسة وتدخل الإسلام وتدخل 5 دقائق، ما لك دخل أنا شو أقول، ما لك دخل. أنا هو يتكلم 5 دقائق وأنا أستفيد من ال5 دقائق تبعي. لا، ولكن مناظرة عندما تكون مناظرة محمد. مناظرة، أنا مو قلت هو في الوقت، خلاص هو يتكلم ب5 دقائق يبين أنه أنا كذاب، وأنا أتكلم 5 دقائق وأبين إذا أنا كذاب ولا لا. ولكن في الموضوع، هذا أكيد في الموضوع، كل واحد يأخذ 5 دقائق. اوكي هذا ما تتدخل أنت إلا في تحديد الوقت، ما حدا له دخل بأي شيء ثاني. ما عنديش انا لا مشكلة ادخل، طبعا انا لا ادخل، في المسجد، ولكن لان شرط ناس يكون في المسجد عندكم، لا، ولكن هناك موضوع يسمع مثلا، المسلمون، يسمع المسلمين عندكم في المسجد ما نقول نحن. وأنا ما عندي مشكلة، خلي هذول الناس الكفار الذين يدخلون هذا البث، مسيحيين وملحدين ولا دينيين، يسمعوا كلام الشيخ، ممكن الله يهديهم، ما تدري. بدأت الآن النقطة الجميلة، قلتها أول مرة، ربما في أول مرة في بثي هنا. أنا أعرف عندك كثير هنا مسيحيين يعني عرب، لانه ولكن ليس بتعرف ليش؟ لانه المسيحيين ما بيشعروا انه انا بتنمر عليهم وانا بسبهم لانهم مسيحيين، ولا الملحدين يشعروا بهذا، ولا اللادينين يشعروا بهذا، ولا المسلمين يشعروا بهذا، لذلك كل هذول الناس بيجوا عنده، بينما في مساجدكم ليس فيها مكان الا للمسلم، ما حدا بيجي والله لمساجدكم. والله تتنمر عليهم. أنا أعرف مسيحيين يعرفون المسلمين العرب بالله العظيم، يعرفون بأن ناس طيبين وعاشوا مع العرب يعني المسلمين عايشين بكرامة، وتأتي أنت يا محمد وتذوخهم. يعني كيف تذوخهم؟ بدخان، لا إسلام إسلام إسلام. في ناس ما يعرفوا، مساكين دراويش أوكي، ولكن في ناس
حكماء حتى مسيحيين يعني مثقفين يفهمون جميل يعني عاشوا اي شخص القدوة. مسيحي يكون اصلا ما يرضى ان يقول سلام عليكم الا يسب نبيك. لا يوجد لا 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 مسيحي أبدا فاهم أبدا دينه جيد الا وهو اول ما يقول سلام عليكم راح يسب نبيك من أبدا كثر ما أبدا لاقوا من نبي. أبدا. شيخ نتطرق شيخ عبد المجيد حبيبي، انا مع الاسف الشديد عندي موعد الساعه 1، فمضطر اني اسكر البث، ماشي ثم بعد ذلك يمكن بحدود 3 4 ساعات افتح البث مره ثانيه. اتمنى تكون موجود مره ثانيه، أهلا وسهلا. واذا أنا كنت موجود حتى راح اخذك كاول المشاركين. تمام، لا أنا لا أعدك، ولكن إن شاء الله أتمنى سنتلاقي طيب إذا ليس هذا اليوم انا بكرة إن شاء الله. اكلم المشايخ، كلم المشايخ واقول لهم انه محمد صالح يدعوكم الى المناظره، انتم في المسجد وهو في البث تبعه. أوكي طيب، حياك الله، اتمنى أنا ان يوافقوا. أحييكم تحياتي لك يا اخي، تحية الإسلام، أحييكم تحية الإسلام. شكرا لك، السلام السلام عليكم، عليكم. في امان الله. طيب احبتي، انا مضطر اني اسكر.